كان فيديو دي توشيش لو الكاميرا اليوم احد بو احنا تو دي ساعه دي ساعه تقريبا طلعوا رقيق الناس كل حد مو تشيل اوت ماشي اليوم انا ايفنت مو افكر تونس فوليوم عالي هو سان ايفنت مو لوكال تلانسا في لوكال بتاع شابيتر افكر موجود عنده من سنين موجود في جميع العواصم العربيه وحتى في العاصمه الاوروبيه وفي امريكا اللي هو تلانسا انا باز من عند اسمع عملوا شو كونسيبت لا بور يحكيوا على الثقافه العربيه الهويه العربيه اتخبر دي ليكتشرز اتخبر دي برزونطاسيون جيرو اليوم بارتي منها في اليوم في الايفنت واللي كيتو سي بار مدام ابو زينه تحكي بعض على الديتاي معنا صاحبنا اليوم طارق فوتوغراف وش عم طلع على ان ديل على باري فوتو كيف تطلع باري فوتو كيما موجوده في الانونس سوغا بور لوي ان جيم تشينجر دون سا كارير شكرا كنت تخبي فعلا جاوبنا بالفرنسي علي ابيانتو شوفنا الكاميرا ستان بون ديل مي لا باري فوتو كومبليكي هكا ولا بور لو بري سي بيان كانت عندك فرصه كنت تشريها بالانترنت مي الميز وما نتاعها سي وي بريفير ساكتي وقتها فوالا دونك فوالا انا عطينا الفو با افواغ جوجل مابس معاه الفو افواغ معاه طارق طولان حتى لو رقع في البلاصه خير من جوجل مابس المومون تاع ستريس هو المومون قبل اللي فين موش فيهم مدام مدام بوتينا سي الفاوندر نتاع الشابيت في اللوكال وعندها برشا ستريس كريم جاي معايا اسمع يقول لك قبل ايفن مود دخلت ايفن مود عندك ستريس تطلع جريان بيه تاع ستريس بوزيتيف تاع ستريس بوزيتيف دونك بور لو بروبي ايفن مود نتاع الشابيت تخي امبورتون سير ايفن مود تخي مود كريتي بابا كريتي معناها كريتي نتاع البارتاج كريتي نتاع لي بيرسون L'attention est partie, le surtout que tu as le sujet qu'on va aborder. Donc, see you later. Is joining the movement of the movement that started 8 years ago. I was talking about them. It's an amazing, you know, idea to bring people that, you know, care about the Arab, you know, heritage, love. Have been working on that in different, you know, different formats. Today we are under the umbrella of Africa, and it's amazing gathering with amazing people. The first thing that I've learned out of my 20 years, you know, sharing is very important. Sharing keeps things going. And today we are here to share our ideas, our thoughts. And we have paintings, we have a lot of amazing people. And we hope this, yeah, this is going to be the first event of a long series. So it's going to be always, you know,
us. It's more about people who, you know, who embrace culture. Now, I know that. So, again, you know, thank you. Thank you. Thank you, Kirill. And thanks to everybody who did join us. And he was supposed to present today, but he's going to save it for next time. And let's have fun. Let's have fun. My God. Yes, okay? Sure. So, for that, so make sure you follow. دونك thank you everybody, thanks to all those who did attend the event. And we're gonna see you next time. And